هلو لويتي، اليوم معنا درس جديد من سلسلة الأفعال الشاذي وهو فعل بي فيجن. بي فيجن شو تصريفه بالحاضر؟ منقول إيش بي فيجن، دو بي فيكست، إر زي إس بي فيكت، فير بي فيجن، إير بي فيكت، زي أو زي بي فيجن. إذا نحن عم نشوف تصريف فعل بي فيجن بالحاضر هو شبيه كثير بالأفعال النظامية، أبدا مو صعب. الجزر محطوط باللون الأسود، اللون الأحمر هو التصريف يلي مختلف مع كل شخص، مثل ما تشوفي هون A, S, T, T إلى آخره. إذن هذا هو تصريف فعل بيفيجن بالحاضر. بيفيجن ترجمته تحرك. إذن متل على البيرفكت، بالبيرفكت طبعا لازم نتبع الشغلتين، هو البارتيسيباي والفعل المساعد. الفعل المساعد لبيفيجن هو هابن، أما البارتيسيباي من بيفيجن في عنا 2 بارتيسيباي، الأساسي هو بيفكت، وفي عنا منشوف بعض قواميس كمان تصريف بيفوجن كاتبين فيه، بس أكيد لازم نحفظ نحنا بس واحد منه، وفيه نستخدم الأول إذا حبينا باللون الأحمر بيفكت. إذن بصير تصريفه بالبرفكت إش هابي بيفكت، تو هاست بيفكت، إر زي إس هات بيفكت، فير هابن بيفكت، إير هابت بيفكت، زي أو زي هابن بيفكت. شيء كثير بسيط وسهل، بس نحط هابن وبالاخير بيجي البارتسيز فاي، بيجي باخر الجملة. هذا طبعا ما نحكي بالبيرفكت. اما اذا انتقلنا على البريتيريتوم، في نقول ايش بيفكتي، دو بيفكتست، ار زي اس بيفكتي، فير بيفكتن، اير بيفكتت، زي او زي بيفكتن. مثل ما عم نشوف الجزر هو بيفك، ونهاية عم نضيف تي تست تي الى اخره باللون الاحمر عم تختلف. إذن هذا هو تصريف بيفيجن بالبريتيريتوم. كمان في بعض القواميس نشوف تصريف تاني للبيفيجن بالبريتيريتوم على النحو التالي: إش بيفوغ، دو بيفوكست، إر زي إس بيفوغ، فير بيفوغن، إير بيفوكت، زي أو زي بيفوغن. أكيد مو لازم نحفظ اثنين، نحنا فينا نحفظ أول واحد أو بس تاني واحد، مهم نعرف إنه في تصريفين. ما تفاجئوا إذا شفتوا فتحتوا لقيتوا تصريف مختلف عن الأول، شيء طبيعي، هو في له تصريفين، فينا نحفظ أول واحد منهم. إذا متل على الأمثلة اللي هي بتوضح الفكرة: ديزر شتاين إس فيرميشت سو شفير سو بيفيجن، هذا الحجر هو لإلي كتير تقيل لحركه. إذا هذا هو المثال، ديزر شتاين هذا الحجر است فيرميش، هو بالنسبة لألي أو هو لألي تسو شفير كثير تقيل تسو بفيجن لحركه. مثال تاني: فير موسن ديزي شتاتو زير فور زشتش بفيجن، نحن لازم هذا التمثال بحرص كبير نحركه. فير موسن ديزي شتاتو زير فور زشتش بفيجن. والمثال الأخير: بتنشت بفيجن، من فضلك لا تتحرك. إذن هدول إني أمثلة، طبعا أمثلة إني كتير مهمين وبسهلوا علينا نحفظ كلمات جديدة أو الأفعال. أي كلمات أنتم تلاقوا فيهم صعوبة بكل بساطة حطوهم بجملة وواحد بيحفظهم بسهولة أكتر. وهيك بخلص الفيديو تبعنا اللي هو كان عن فعل بفيجن أو تحرك. موفقين بدرسكم وبشوفكم بالفيديو القادم. Ciao!